بين اتباع الشغف وتحدي العادات والأعراف المجتمعية السائدة، قصة نجاح عاشتها بشرى عبد الظاهر العراقية التي قررت تعلم جملة من الألعاب القتالية. بشرى البالغة من العمر 36 عاماً وهي أم لطفلين، تروي كيف واجهت صعوبات كبيرة ومعارضة شديدة من أسرتها ومن المجتمع الذي يرى أن رياضات كهذه غير مناسبة للنساء، وتسرد المدربة البدنية لأكثر من 15 عاماً تفاصيل قصتها، وهي التي بدأت بتعلمها للكاراتيه ثم الكيك بوكسينج، وكيف قادها الشغف لتحويل غرفة في بيتها إلى قاعة رياضية لكي تتمكن من التوفيق بين الرياضة وواجباتها الأسرية كأم. بشرى التي كانت مدربة للسباحة في مدينة النجف العراقية وجدت إقبالاً شديداً عند النساء التي يرغبن بتعلم الرياضات القتالية، فكثير من النساء من الطالبات أو الأمهات راسلنا بشرى فعلاً وطلبنا حجز مواعيد لأخذ حصص في الرياضات القتالية، فيما تؤكد بشرى التي صنعت قصة نجاحها الخاصة أنه ينبغي على السيدات الراغبات بتعلم رياضات كهذه عدم التوقف عند المعوقات المجتمعية، فهي ترى أن نجاحها يمكن أن يكون بارقة أمل لكثيرات لتحقيق طموحهن الرياضي.